أسعد الله أوقاتكم بالخير. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أساسيات مهمة ممكن أنها تساعدنا عن طريق نمط حياتنا بتخفيف تأثير الضغوطات والتوتر. إن شاء الله يكون مقطع مفيد لكم. بالبداية، إيش هو التوتر؟ التوتر طبعا هو وضع طبيعي، وبالعكس بعض الأحيان ممكن أنه يكون محفز لنا لأداء بعض المهمات والأعمال، لكن بيصير بوضع نحن لازم نتحكم فيه لما يخرج عن السيطرة أو يكون بطريقة مزمنة. التوتر هو حالة من الاضطراب أو القلق أو الضغط العاطفي المستمر اللي ممكن أنه يأثر على الجسم والعقل لو كان بطريقة زي ما قلنا مزمنة. ممكن أنه يكون ناتج عن مجموعة متنوعة من العوامل، ممكن تكون يعني كل سبب لحال أو بعض الأحيان ممكن تجتمع كل هالأسباب مع بعض، زي الضغوط اليومية أو المشاكل الشخصية أو الظروف الصحية أو الضغوط العملية أو العوامل البيئية. ممكن تكون عامل أو تنين أو كل هالعوامل موجودة. ممكن أنه يظهر على شكل توتر عضلي أو عدم القدرة على التركيز أو تغيرات في المزاج. ممكن أنه يؤدي لمشاكل في النوم والهضم، أو حتى رح يأثر على الصحة العامة على المدى الطويل لو ما عرفنا نتحكم فيه. فصح هو شعور طبيعي، لكن اللي مو طبيعي فيه إذا كان بطريقة مزمنة أو على طريقة قلق مستمر ومؤثر على جودة يومنا وجودة حياتنا وجودة مزاجنا. أساسيات لنمط الحياة الصحي عشان نساعد نحد من الضغوطات والتوتر وتأثيرها السيء على الجسم. نحاول نحافظ على نظام غذائي صحي ومتوازن وغني بمضادات الأكسدة. نمارس الرياضة بانتظام. نحد من تناول مصادر الكافيين والسكريات، خاصة مصادر الكافيين لأنها مرات بتزيد من التوتر، فنحن أصلا لما نشربها ونحن متوترين وبكثرة أو على معدة فارغة فممكن نحن نزيد الموضوع سوء بدون ما ننتبه. نتجنب التدخين أو تناول الكحول. نحرص على النوم ساعات كافية وخاصة خلال فترة الليل. ناخذ قسط من الراحة أو إجازة من فترة للأخرى. ما بمنع أن نحن نطلب المساعدة والدعم من أخصائيين العلاج السلوكي أو المختصين النفسيين لو كان الموضوع خارج سيطرتنا، بحيث أن نحن نقدر نسيطر عليه وما يضرنا أو يضر جسمنا وصحتنا لا سمح الله. أيضا التنفس بطريقة صحيحة، لأن إحنا لو نيجي نركز بعض الأحيان ما بنتنفس بطريقة صحيحة، لأن التنفس بطريقة صحيحة بيساعدنا أيضا على التغلب على التوتر والضغوطات، خاصة لو إحنا كنا مركزين فيه لو لفترة 5 دقائق باليوم مثلا قبل النوم أو غيرها، بيساعد على تهدئة النفس. طريقة التنفس الصحيحة إن نحن ندخل الهواء عن طريق الأنف ونخرج الهواء عن طريق الأنف أيضا. البعض للأسف ممكن ما يكون منتبه لنفسه إنه بيتنفس عن طريق الفم، وهاي الحاجة خاطئة. نحاول دائما نشوف الجانب الإيجابي بالأمور قدر الإمكان، ودائما كل أمر الله خير، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو كان الموضوع خارج نطاق سيطرتنا وما بنقدر نتحكم فيه، نحاول نشغل نفسنا عنه وما نركز فيه دائما، لأنه طالما أنا مو قادرة أغيره تركيزي فيه ما رح يحل، ما رح بس رح يزيد المشكلة سوء عندي ورح تأثر علي بشكل سلبي بدون ما أنا يكون في حل فعلي بيدي أو حاجة ممكن أني أنا أقدر أفيد نفسي فيها. من الاستراتيجيات المهمة أيضا للتحكم بالتوتر والضغوطات نتجنب الضغوطات أو الأسباب المسببة إلها لو بنقدر. بعض الأشياء نحن ممكن أن نتجنبها، يعني مثلا بعض الاجتماعات المعينة اللي نحن محكومين فيها، أو بعض الأشياء اللي يعني ما بتكون من روتين يومنا مثلا زي العمل أو غيرها، فنحن ممكن إننا نتجنبها لو بنقدر، أو لو أشياء نحن مضطرين عليها زي العمل أو أشخاص معينين نحن ما بنقدر نبعد عنهم بحكم مثلا العائلة أو غيرها، نحن ممكن نتعامل مع مختص أو نطلب المساعدة من مختص عشان يعلمنا كيف نحن نتحكم بالتوتر والضغط النفسي اللي ممكن يصدر عن تعاملنا معهم. نتجنب الاطلاع على المحتويات أو الأخبار اللي ممكن تسبب لنا التوتر والعصبية. لو كانت أمور مسلمة ما بنقدر نغيرها أبدا زي قوانين أو أمور دينية، نتقبلها وما نجلس نتجادل فيها. ننظم وقتنا عشان نحافظ على جودة يومنا وننجز مهامنا بكل راحة، لأن بعض الأحيان ممكن يكون الضغط والتوتر بسبب التسويف أو عدم ترتيب وتنظيم اليوم. مارس الرياضة بانتظام. ممارسة الرياضة بانتظام بتساهم في تخفيف حدة التوتر والتغلب على المشاكل المصاحبة للتوتر زي عدم انتظام النوم وغيرها من المشاكل الأخرى. بتساعد الرياضة المنتظمة بتحسين المزاج وإفراز هرمونات تلعب دور في سعادة الشخص زي هرمون السيروتونين. نحرص على وجود 30 دقيقة في يومنا أغلب أيام الأسبوع، يعني تقريبا 5 أيام بالأسبوع لو 30 دقيقة حيكون جدا
ممتاز، تكون تمارين متوسطة الشدة مثلا زي المشي السريع، السباحة، تمارين المقاومة ننوع فيها، راح نلاحظ إنه مزاجنا ونفسيتنا جدا بتتحسن بعدها، وبنتغلب على الضغوطات والتوتر عن طريقة تقليل تأثيرها علينا. بعض الأحيان ممكن يكون التوتر والضغوطات اللي نحن عايشين فيها بسبب أمور نحن ممكن نعرف سببها ونعرف نتحكم فيها أو نعيد جدولة وإدارتها. مثلا نشوف عاداتنا وتوجهاتنا اليومية والروتينية، ممكن يكون أنا سبب التوتر والضغط عندي بسبب عادة روتينية يومية أنا بعملها خطأ، مثلا بسهر، بتأخر بالنوم، فبصير بدوامة طول أيام الأسبوع، وأنا مثلا حاطة ببالي إنه هو من الدوام بس أنا مو منتبه لأنه هو من عادة خطأ أنا بعملها دائما. نبدأ وننهي يومنا بتدوين ملاحظاتنا حول التوتر في البداية عشان نعرف إيش بالضبط اللي نحن مو عارفين نتحكم فيه وجالس يسبب لنا التوتر في يومنا. نسأل نفسنا إيش الحاجة اللي بتعمل لنا شعور بالتوتر؟ إيش شعورنا وقتها؟ كيف نستجيب للتوتر؟ إيش اللي نحن ممكن نعمله عشان نحسن الشعور اللي موجود؟ كيف نتعامل معه حسب الموقف ونحن نحط الحلول المناسبة؟ بالطريقة هاي نحن أيضا بنخفف من التأثير ونوجد الحلول بدل ما نكون تركيزنا دائما على المشكلة. أيضا مهم دائما إنه يكون في وقت باليوم خاص فينا نتعلم نحن نسترخي فيه ونستمتع بيومنا عشان نحس إنه نحن خلال مشاغل الحياة كلها في وقت أو ساعة مثلا خاصة فينا نحن جالسين نقدر نفسنا فيها. نقضي وقت مع الأشخاص اللي لهم تأثير إيجابي على حياتنا، مثلا مع الأصدقاء، مع شخص أو فرد بالعائلة نحن بنرتاح معه، نفعل حاجة دائما نستمتع فيها، على الأقل نحاول أن يكون في حاجة يومية روتينية ضمن نظامنا الروتيني نوجد المتعة فيها، مثلا زي نوعية رياضة معينة، لقاء صديق معين. صح إنها أشياء بسيطة بس راح تساعدنا بتحسين جودة حياتنا وتخفيف من الضغوطات والتوتر. احرص على التركيز بالجانب الإيجابي في أي موضوع أو أي أمر في حياتك، ودائما نوازن الإيجابيات مع السلبيات. أي موقف أو أي حاجة بتسبب لنا التوتر دائما فيها جانب إيجابي وجانب سلبي. مثلا لو كانت حاجة متعلقة بالعمل ركز على الإيجابيات اللي موجودة في مجال العمل وأشوف السلبيات، فرح ألاحظ إنه في نعم نحن دائما مو مركزين عليها بس بنركز على الحاجة السلبية اللي نحن جالسين نعاني منها. التحديات أو المواقف اللي نحن ممكن نشوفها كتوتر أو بتسبب لنا التوتر والقلق نحن ممكن ناخدها على شكل تحديات بحيث إنها تكون فرص للنمو الشخصي وتحسين حياتنا وأهدافنا فيها. أيضا نراجع المواقف من فترة للأخرى اللي بتسبب لنا التوتر ونتعلم من تجربتنا فيها كيف نحن ممكن نحسن علاقتنا بالمواقف هاي بحيث ما يرجع يتكرر معنا مواقف التوتر بالطريقة اللي نحس دائما بالضغوطات المستمرة بسبب موقف واحد. يعني ما أخلي موقف واحد يأثر على مثلا أسبوع كامل عندي، فأراجع وأشوف إنه هو موقف حصل بلحظة معينة وتأثيره كان محدود في اللحظة الفلانية، ونعمل يعني نشوف كيف نحن ممكن نشوف إيش الأشياء اللي ممكن نعملها عشان نخفف من حدة تأثيرها السلبي علينا. مهم دائما نكون مستعدين للتكيف. مثلا في نحن مواقف أو مواضيع ما بنقدر نغيرها، أنا مو عارف أغيره أو ما راح أقدر أغيره، أغير استجابتي وتوقعاتي لأنها أنا هاي بقدر أغيرها. بعض الأحيان نحن بنحتاج أيضا نوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ونتنازل، يعني مو دائما لازم الأشياء اللي أنا بدي إياها تصير 100%. بعض الأحيان ممكن نشوف أنا مثلا بموقف بتنازل، الشخص الآخر بموقف آخر بيتنازل، الأمور هاي خلينا نوصل لحل وسط برضي جميع الأطراف ونقلل من الضغوطات والتوتر اللي ممكن إنها تأثر على جودة روتين يومنا. ننظر للصورة أو الموضوع بشكل شامل وكبير. بعض الأحيان نحن تركيزنا بزاوية معينة بالموضوع هو اللي بيسبب لنا التوتر لأن إحنا مو شايفين الموضوع بشكل شامل. لما نيجي نشوف مثلا الموضوع بشكل شامل ممكن يكون الموضوع أفضل بكتير من إحنا مركزين بزاوية معينة فيه. فهاي برضو بترجع لنظرتنا إحنا كيف لما دائما نراجع نفسنا نراجع المواقف، مع الوقت راح نبدأ نكتسب هالمهارة ونعرف كيف نشوف الموضوع دائما بشكل أوسع وأشمل. أيضا نعرف إنه الكمال والمثالية ما هي ممكنة دائما، نحن بشر طبيعي يكون في قصور، طبيعي ممكن تصدر أخطاء منا، لكن نحاول قدر المستطاع ما تكون الأخطاء لها تأثير سلبي على الآخرين عن طريق ظلم أو غيره. نحاول إن
إذا كان في أشياء نحن بنخطأ فيها ومستمرين فيها نعدلها بهالطريقة، نحن مخفف من التوتر. مو زي لما أنا دائما بضل متوتر وبخطأ بس أنا مو جالس أصلح الخطأ اللي أنا جالس أعمله، بس أنا جالس أعيش نفسي بالقلق والتوتر. نحاول أيضا أن نتعلم المسامحة ونتخلص من الغضب والحقد، لأنه هاي المشاعر نحن بس راح تأذينا، ما راح تأذي أي أحد تاني. ما نحاول نسيطر على حاجة نحن ما راح نقدر نسيطر عليها. بعض الأمور دائما خارج عن سيطرتنا، ما نركز عليها، نركز على الأشياء زي ما قلنا اللي نحن ممكن نغيرها، وطريقة ردنا على الموضوع بهالطريقة نحن بنخفف من تأثيرها السلبي علينا. نحاول أيضا أن نحن ناخذ زمام الأمور في حياتنا، نتولى القيادة في الأشياء اللي نحن ممكن ما بنقدر نغير الوضع فيها، بس نقدر نتحكم في كيفية استجابتنا. ورح نشوف هاي النقطة ذكرناها عدة مرات لأنها هي النقطة الأساسية اللي نحن بنقدر نتحكم فيها. نحدد جدول زمني وخطط مسبقة عشان نكون مستعدين للمواقف الإجهادية المسببة للتوتر والمهام اللي بنحتاج لإنجازها. مثلا أنا بالعمل أو بالدراسة بعرف فترة معينة أنا راح أنضغط فيها، فبرتب نفسي قبلها بحيث أنه لما تجيني الفترة هاي ما راح أكون مضغوط ومتوتر زي لما ما أكون استعدت لها. نحاول دائما أن نشوف، نبحث عن مساحات إيجابية حولنا، لو نحن بنقدر نبحث عن مكان يكون مصدر إلهام أو شخص مثلا، هاي الأشياء كلها راح تساعدنا. يكون عندنا ثقة بنفسنا ونعرف قيمة نفسنا. نحاول أن احنا نساعد نفسنا ونتخذ القرارات بدل ما دائما ناخذ دور الضحية ونلقي اللوم على الظروف والأشخاص اللي حولنا. بعض الأحيان ممكن نطلب من الأشخاص المساعدة، لأن مرات ممكن مثلا يكون مصدر التوتر لأنه أنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي، فمو غلط أني أطلب من بعض الأشخاص المحيطين في أنهم يساعدوني بأجل الأشياء اللي بيقدروا يساعدوا فيها، بالتالي أنا خففت مصدر التوتر والقلق عن نفسي. نتجنب التسويف والتأجيل، لأنه لما أنا أجل أمور لازم أخلصها راح تجيني لحظة تتجمع علي أمور أكثر، وراح أوصل لمرحلة الأمور راح تكون خارج نطاق سيطرتي. نبحث دائما عن شخص نتحدث معه، لأن بعض الأحيان مجرد حديثنا مع شخص آخر بيساعدنا بالتخفيف من التوتر المرتبط بالوضع اللي نحن عايشين فيه. أيضا نتعلم نحط حدود، بعض الأحيان لازم نحكي لأ، مو دائما نقبل أي حاجة نحن ممكن نعملها بلحظة أنا مضغوطة فيها، فممكن توزيع المهام وقول لأ ووضع حدود في المهام راح يساعدنا للإنجاز بشكل أفضل، ويكون في عندنا قائمة بالأولويات، نفرز دائما المهام الموكلة لنا الأشياء المهمة جدا والمهم، ونبدأ طبعا بالأشياء الهامة أول بأول، ما نخليها تتراكم علينا، ما بنوصل لمرحلة الأمور خارج سيطرتنا. المعلومات المذكورة من المرجع الموجود، بتمنى أني حاولت أساعدكم بمجال الموضوع بطريقة مبسطة نوعا ما، ونعرف أنه الكلام مرات ممكن يكون أسهل بكتير من إحنا نطبق، لكن لما إحنا نبدأ نطبق بعض هالممارسات ونبدأ ندرب نفسنا عليها راح نلاحظ مع الوقت نحن جالسين نتحكم بالضغوطات بالشكل المطلوب بدون ما تأثر سلبيا علينا. وطبيعة الحياة اللي نحن بنعيشها الآن طبيعي جدا وجود التوتر والقلق والضغوطات، لكن إحنا لازم نتعلم كيف نتحكم فيها. ونرجع نأكد، مو غلط نحن نطلب مساعدة مختصين، مو غلط نتكلم مع أشخاص داعمين وبيفهمونا، ومو غلط إن نحن نشوف الأخطاء اللي بنعملها ونصححها. نتمنى لكم تمام الصحة والعافية.